محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. ولايتي لأمير النحل تكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتهزيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة، بحب حيدرة فكيف النار تكويني. صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مهند الأمة الإسلامية والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه المناسبة العطرة الطيبة، ونفتتح برنامجنا بآيات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعنا الشاب المهذب محمد الباهلي، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. ليس الفتى من قال قد كان ابنا، ليس الفتى من قال قد كان ابي، أعلنت بالقول الصريح مذهبي، أعلنت بالقول الصريح مذهبي إني أوالي حيدرا بعد النبي، إني أوالي حيدرا بعد النبي. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرحب مرة ثانية بسادة الحضور وبالأخص سعادة قنصل جمهورية العراق الأستاذ رياض حسون طايب محمد، فأهلا وسهلا به ومرحبا في مجلسنا هذا. أما الآن فمواليد من وحي المناسبة يلقيها علينا الأخ سيد حسن الرضاي، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. على حب الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث على حب الزهراء بأعلى أعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا صاحب القمة البيضاء يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زور أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزل في زروا لمن تسمع النجوى لدي، فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي. من باي
صميم حشاي من با شلون يخاف من النار من بايات يا قيل بيك شافع لي البرية ولا ما تفوح أزهار فرحتنا ولا ما مال وقلبنا بحب علي ثابت ولا مال بساعة لا ولد ينفع ولا ما ولا مال ولا مال ينفعك حب علي حامل حمية السعيد والشقي درب بدرب ما يلتقي والراضع بثدي النقي بخط علي نور فؤاده يخيرون ونختار حيدر علينا الكرار يخيرون ونختار حيدر علينا الكرار والينا ونعم الوالي حبك يصرب دلالي يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا علي يا حيدر يا حيدر يا علي والقلب ينبض بالمحبة عن عقيدة ما يساوم باعتقاده لو يحز له وريده وهذا مو تعبير شاعر لا ولا بدعة جديدة تعبير قلب منظوم بدقات متناغمة هاك خذي يا حامل حمى واسمعه وفسر نشيده تهتف بك قلوب تهتف بك قلوب عن حبك منتوب ومنزل عنك يا الغالي حبك يسرب دلالي يا حيدر يا حيدر
علي يا علي وكل أمة عدها مفخرة وبيها تفاخير، ذاك متبحر بعلمه ذاك ثائر وذاك شاعر، واحنا نتباهى بوجودك يا علي بحكم الضماير، الإنس والجن والملايك تشهد يا ابو الحملات ليك، قطب الفلك من يوصلك ويا عظيم البين نار، يا قطب الافلاك حيدر، يا قطب الافلاك حيدر، والي انا الولاك حيدر، عادي انا العاداك حيدر، ونبقى نوالي اللي والي حبك يسري بدلالي، يا حيدر يا صوتك يا حيدر، يا علي الفنان يرسم، يا علي الفنان يرسم لوحة من وحي طباعة، وكاتب يألف رواية تجسد بأبطال بياعي، ولوحة حروفك يا حيدر جسدتها بكل باعي، سيفك قلم لوحة الدريع يا علي، سيفك قلم لوحة الدريع تصبغ هن بدم الجميع، وترسم مفاهيم الشرع يا علي بفن الشجاعة، بصولات وجولات بصولات وجولات يرسم هاللوحات، وخيبر تشهد لقوالي حبك يزري بدلالي، يا حيدر يا حيدر يا علي يا حيدر، والجن على شوقك يا قسيم النار، والجن حسن بلات بين حشاي، والجن دخيلك يا إمام الإنس والجن أريد زيارتك قبل مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ الشاب حسن رضاي وحشر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله مع الإمام علي. أمل صوبك صلى، أمل صوبك صلى ودنا ثم تدلى فمتى، ودنا ثم تدلى فمتى فينا تتجلى يا ترى الله. اللهم عجل فرج وليك القائم بحق محمد وعلي الطيبين الطاهرين. الإمام علي عليه السلام هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم. ولد الإمام قبل البعثة بعشر سنين داخل الكعبة المشرفة، طبعا الوحيد الذي تشرف بولادة الكعبة هو الإمام علي، الإمام علي عفوا ومصر بعد طبعا، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أول عمره، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. كان الإمام علي يلقب حيدرة، وكناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أبا تراب. أما الآن أيها الأخوة الفاضل، مع الأخ أبو رائد في كلمة من وحي مناسبة يتفضل علينا بإلقائها مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة الكريمة والطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية، طابت وطاب وليدها والمولد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. يقول أحد المفسرين في قوله تعالى أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة من الله على النبي التجلي بالبركات والرحمات والأنوار والسكينة، وأساس هذا التجلي هو الاتصال الدائم الغير منقطع مع الله للرسول صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته في سلمه وحربه، حتى أن المقولة المعروفة للرسول التي يقول فيها: نحن معاشر الأنبياء لا ننام، تنام عيني وقلبي يقظان. فالرسول دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، دائم الاتصال، والاتصال مع الله اتصال نوعين: اتصال تربوي الذي يقول عنه الإمام علي: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملكا من ملائكته، يسلك به محاسن الأخلاق ومكارم أخلاق العالم ليله ونهاره. أما التربية الرسالية فمن خلال التعاليم القرآنية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، فلم يكن للرسول أي مجال للهوادة أو الاسترخاء أو الراحة، كان دائم الذكر، دائم الاتصال. فمن ثمرة هذا الاتصال أن الله سبحانه وتعالى تجلى عليه بالمقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن نافلة لك عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا. ومن ثمرات هذا الاتصال التجلي بالرحمات والأنوار، كان وجهه يتلألأ نورا، وكانت السكينة والطمأنينة ترافقه في سلمه وحربه، حتى أن الإمام علي عليه السلام يقول: وكنا إذا اشتد البأس وأحمر الوطيس كنا نلوذ برسول الله. فما نصيبنا نحن من هذا التجلي؟ وكيف نصلي على الرسول كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا أيضا من خلال الاتصال بالرسول كما كان للرسول اتصال مباشر وغير منقطع مع الله، فيجب أن يكون لنا اتصال مباشر وغير منقطع مع الرسول. والاتصال اتصالان: اتصال مباشر وغير مباشر. في حياته كان هناك للمسلمين اتصال مباشر مع الرسول، فكانوا يرون البركات والرحمات التي تنزل على النبي من خلال
جلساتهم ومن خلال التربية التي يربيها النبي لهم ومن خلال تأدبهم بآداب النبي وسننه، حتى أن حنظلة أحد الناس لقاه أحد الصحابة وهو يبكي في الطريق، فقال له: ما يبكيك؟ قال له: نحن كلما جالسنا الرسول كنا والجنة كهاتين، فإذا تركناه وعافسنا أهلنا تغيرنا. فقال: هذا ما عندي أيضا. فقال لهم الرسول عندما شكوه هذه الحالة، قالوا: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم. هذا الاتصال المباشر الذي كان مع الرسول. أما في زماننا كيف نتصل مع الرسول؟ طبعا الاتصال من خلال اقتفاء أثر الرسول، التسنن بسنة الرسول، كما يقول الإمام علي الذي يصف نفسه: وإني من قوم يحيون سنن الله وسنن رسوله. فالاتصال المباشر من خلال قراءة سيرة الرسول، التخلق بأخلاق الرسول، التعلم والتأدب بآدابه. عند ذلك نستطيع أن نقول نحن نصلي على الرسول، وإلا الحديث وإلا الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا كان القائل يقول هي الصلاة، أن نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنك تقول: اللهم، تطلب من الله أن يصلي على محمد، وأن الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فالصلاة هنا الاستنان بسنته، وإن كانت قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد هي جزء من الصلاة، أما الصلاة الحقيقية فالاستنان بسنة الرسول، التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. وهكذا الحال بالنسبة للإمام علي الذي ورد الحديث عنه الذي ورد الحديث عن الرسول بخصوصه: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، ونحن في مثل هذه الأيام التي نحتفل بذكرى ولادة الأمير، هناك حالة اعتدنا عليها وهي الحب والولاية. فإذا أردنا أيضا، فما يجري على الرسول يجري على الإمام علي بالصلاة كذلك. إذا أردت أن تصلي وتسلم على علي فعليك أن تتبع سيرته وتنهج منهجه، كيف كان هو رحمة للعالمين، كيف كان هو في سلمه وحربه، كيف كان مع أعدائه، كيف كان مواقفه مع الخلفاء، كيف كان مواقفه مع خصومه. هذه هي الصلاة، هذه هي السلام على الأمة، وليس ذكر المناقب وذكر المحامد التي لا يستفيد منها إلا صاحب المنقبة وصاحب المأثر. الإمام علي هو بنفسه يعرف الولاية والحب. كان في أحد المجالس يتحدثون عن الولاية وعن الحب والقربة من الرسول، فأدركهم الإمام وقال لهم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. فلذلك أحب أن نستفيد في مثل هذه المناسبة بذكرى ولادة الإمام، ولا نتعدى بلاغته، لأنه لا أحد يجيد
أو يستطيع التحدث عن الإمام علي. فلذلك سأستفيد في هذه المناسبة من بلاغة الإمام. هو أترك الإمام يتحدث لنا عن نفسه في مثل هذه المناسبة، عن تواضعه وعن خلقه وعدالته. ذهب في طريقه إلى الأنبار لقتال أهل الشام، فاستقبله دهاقين الأنبار فأخذوا يهجون ويترجلون بين يديه، حال كل الرؤساء والعلماء من يستقبلهم الناس. فوقف أوقف موكبه فقال: ما هذا الذي صنعتم؟ قالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا. قال: والله ما بهذا ينتفع أمراءكم، إنكم لتشقون على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم. ما أخسر المشقة وراءها العذاب، وأربح الدعاء وراءها الفوز بالجنة. وعندما رجع من صفين وصل إلى مشارف الكوفة، استقبله رئيس الشبانيين، أكبر العشائر في الكوفة آنذاك، فأخذ يحدثه عن ما جرى في صفين. ثم انتبه الإمام وإذا به الإمام كان راكب، ورئيس القبيلة كان يمشي، فقال له الإمام: قف مكانك على رسلك، إن مشي مثلك مع مثلي مذلة للمؤمن وفتنة للوالي، تنفخ في روعه روح الكبر. فما قبل إمام علي، كان راكب ذاك ماشي، ما قبل أنه يمشي هذا الرئيس رئيس قبيلة وهو بهذه المنزلة مع الإمام والإمام راكب. ورؤي عليه إزار خلق مرفوع، فقيل له في ذلك؟ قال: يخشع تخشع له النفس وتقتدي به النفس تخشع له النفس ويقتدي به المؤمنون. زار كميل ابن زياد الحارثي في مرض، ودعا له فقال له كميل: يا أمير المؤمنين، أشكو لك أخي عاصم لقد لبس العباءة وتخلى عن الدنيا. فقال الإمام علي به، فأجاءوا به، فقال له: ما هذا الذي أراه منك؟ تركت ولدك وعيالك يتكففون الناس وذهبت إلى الجبل تتصومع. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في جشوبة مأكلك وخشونة ملبسك وتأمرني أن لا أقتدي بك؟ قال: ويحك، لست أنا كأنت، على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبين الفقير بفقره، حتى لا الفقير لا يتأذى من يشوف الرئيس والإمام والوزير على حالة من الغنى وهو ضعيف. دعوته للتمسك بالقرآن: يا أيها الناس، إن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام به بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان في عمل، فاستشفوه في من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقا، فإنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع أو شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلا في حرثه وعاقبة عمله إلا حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم. يعني إذا آرانا خالفت القرآن لازم نتهم آراءنا، مو نتهم القرآن. نهى عن أشياء، قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته
وأكل قوته واشتغل بطاعة ربه وبكى على خطيئته، فكان من نفسه في الشؤم والناس منه في راحة. وقال أيضا إن من عزائم الله في القرآن الكريم التي عليها يثيب ويعاقب وعليها يرضى ويسخط أن هناك أعمال ما بي إن هناك خمسة أعمال لا تنفع معها جهاد وصلاة وصوم، أنه لا ينفع عبدا وأن أجهد نفسه وأخلص عمله أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها. شنو هي الخصال؟ أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته. ثانيا أن يشفي غيظه بهلاك نفس. ثالثا أن يقر بأمر فعله غيره. رابعا أن يستنجع أن يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه. الآن ما شاء الله في هذا الزمان كل الناس عم تطلب النجاح للناس حتى يكثر لهم صيتهم بإظهار البدع في الدين، أو يلقى الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين. أعقل ذلك فإن المثل دليل على شبهه. إن البهائم همها بطونها، إن السباع همها العدوان على غيرها، وإن النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها. إن المؤمنين مشفقون، إن المؤمنين خائفون، إن المؤمنين مستكينون. نصائحه النفيسة، قال في الدنيا والآخرة: الدنيا والآخرة طريقان مختلفان وسبيلان متفاوتان. سبيلان متفاوتان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعادها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما، كلما قرب من أحدهما ابتعد عن الآخر، وهما بعد برتان. وسئل عن الخير، ماذا الخير يتحدث عن الناس ما هو؟ قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات. من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله صافطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه. ومن أتى غنيا فتواضع له لغنى ذهب ثلث دينه. ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ولعبا. كوام الدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. وقال أيضا: من روائع حكمه في البلاء والغنى والعافية، قال: ألا وإن من البلاء الفقر، وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب النفاق. ألا وإن من النعم سعة المال، ما في شيء، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب.
طبعا في النهاية نتعلم شلون أدب الدعاء، كيف ندعو وننادي. نحن نقول بالصلاة يومية إياك نعبد وإياك نستعين، لكن لازلنا لحد الآن ننادي ونطلب العون وأن يدركنا فلان وفلان، ولا يدركنا إلا الله. يقول من وصيته ليعلم الناس وابنه الحسن كيف يدعو الله، كيف نتعلم أدب الدعاء. واعلم أن الذي بيده يا بني، أعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض، قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإنابة، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، ولم يناقشك في الجريمة، ولم يئسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشرا، وفتح لك باب المتاب، فإذا ناديته سمع نداءك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما سألت الشيء فلا تؤتى، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفع عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى لك. اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عني. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاد وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الحاج الأخ ورائد على هذه الكلمة الطيبة. ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سورة البقرة الآية 207. لما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، أمر الإمام علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه، وأجله 3 أيام ليؤدي الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابها، ثم يلحق به إلى المدينة. فهاجر الإمام علي عليه السلام مع الفواطم من مكة إلى المدينة ماشياً متحدياً كل غطرسة المشركين وصولاتهم، غير مكترث بجمعهم وغيرهم. في حديث الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام يقول: من كان ولياً لله فهو لنا ولي، ومن كان عدو لله فهو لنا عدو. والله ما تنال ولايتنا إلا بالورع. ومن ذلك نفهم بمعنى الحب.
كلنا نتحدث إننا نحب عليا ونتولاه ونحب لمن بعده ونتولاهم وأننا ننتظر القائم بالأمر من آل محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا نتحدث عن ذلك ونمضي بالأشعار ونكتب الكتب وكأننا قد وفينا قسطا من حبنا وفهمنا لعلي. في الواقع كلا، في الواقع أننا نحب علي لكننا لا نجسد قيمه وأهدافه في حياتنا العملية في حياتنا الراهنة. فالمطلوب منا أن نجسد أخلاق علي، أعمال علي، أهداف التي قام من أجلها علي نجل الإسلام عليه السلام. أما الآن فأترككم مع الحريص ماجد تريكي في مواليد بحق الإمام علي بموشحات، وليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحبيب الكريم، أهلاكم بهذا اليوم ولادة الإمام علي بن أبي طالب، وجعلنا الله من ولايته إلى آمين بحق محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا ردت الهم قطعا ينجلي، إذا ردت الهم قطعا ينجلي يهوى
صرت من بوذا أهوى قال أبو الزهرة
محمد خير البشر، أه محمد خير البشر، هذا حديث متواتر بصدقه يرويه جابر، هذا حديث متواتر بصدقه يرويه جابر، من صادق تألف ومن أباك قد كفر، علي علي خير البشر، علي علي خير البشر، ومن أبى مقولة الحادي محمد نقولها والله يشهد، مقولة الحادي محمد نقولها والله يشهد، علي علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر، علي علي ومن أبى مقولة الحادي محمد، مقولة الحادي محمد نقولها والله يشهد، علي علي خير البشر، ومن أبى علي علي خير البشر، ومن أبى حيدر الكرار يا شيعة دقلون الدرب جاوي
لا تنسى زيارة موسى بن جعفر معدن الجود اللي ضوى عيوني يا دوار النجف وياكم يا دوار النجف وياكم يا دوار النجف النجف وياكم اخذوني يا دوار النجف وياكم يا شيع من تصير الارض النجف عاني لا تنسى حبيب ومسلم وهاني عليهم بس او ان الدهر خلاني خلوني وصلاتي ميدوني يا زوار النجف وياكم اخذوني يا زوار النجف وياكم اخذوني يا زوار النجف وياكم اخذوني يا ابو حسين كنا ان شاء الله نزورك للكوفه نروح ونعتني ونشوفك والله يردون العدة ويا والله يردون العدة نحرف نعوفك وعن درب السعادة لا تميدوني يا دوار النجف يا دوار النجف يا دوار النجف أنا أنا حيب صاب وعد النجف ترباي ترباي نحل أيام صغري صغري وداعي ترباي ترباي تشبح للغريب عيناي ترباي ترباي واتمنى قبور بالنجف ليا صلوات الله عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن سماجي تجرب على الرغم الزواج ما ترح لك يعني حسنت لك وايا وايا الأحسن وايا الأحسن أمي لا يجب أموني بيها مرتين لا 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 ما هو الواجب وما هو الأوجب ما هو الواجب وما هو الأوجب ما هو القريب وما هو الأقرب ما هو العجيب وما هو الأعجب ما هو الصعب وما هو الأصعب تجاوبه الإمام علي الواجب هو طاعة الله الواجب هو طاعة الله أما الأوجب ترك الذنوب القريب هو يوم القيامة والأقرب هو الموت العجيب هو الدنيا والأعجب فيها هو حب الدنيا أما الصعب فهو القبر والأصعب من ذلك الذهاب إلى القبر بلا زهر ولا تقوى ولا خير صلوا على محمد وآل محمد الله
من الشعر المنسوب للإمام علي عليه السلام في كتمان الأسرار: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره وهو أحمر، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. أما في الأصدقاء، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم بالنائبات قليل. المشكلة فينا نعيب زماننا، والعيب فينا وما لزماننا. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. نشوف سوانا ونهجد الزمان بغير ذنب، وله نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. الغيبة دي 24 ساعة بيعملوا في العالم، وشوية واحد يكون في سنة على الغيبة يصوم يصلي ويتعب يروح ويجي بغيب وحدة تاكل كل الحسنات، تاكل النار الحسنات. الدهر يا اخوان، طبعا الشيخ امام علي عليه السلام وحدة اليوم في ذكراه: الدهر يا اخوان ذو امن وذو خطر، والعيش عيشان ذو صفو وذو كدر. أما ترى البحر تعلو فوق فجيه، أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه درر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكشف إلا الشمس والقمر. صلى على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمودي حمودي سيد ولد هاي محمد حلي أوي حلي أوي تفيل هذا تفيل 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 هذا أيه بس لحسيكم ثاني وعندي هدايا لكم شو هذا زين انتبهوا عليه هدايا ها هدايا بعدين تفتح لي فوز ياخذ الهدية يفتحها ويشوفها لساتوا قاعدين معنا عسايكم. احنا اليوم محتفلين بولادة الإمام علي عليه السلام، زين؟ واليوم هو 13 رجع، يعني ولد الإمام علي عليه السلام الثالث عشر من رجع. وين ولد؟ كلكم تعرفوا وين ولد؟ هذا بس سؤال إن شاء الله. وين ولد؟ كلكم وين ولد؟ بيت كعبة، داخل كعبة، أحسنتم. كلكم أحسنت، بيت كعبة، أحسنت. هسا اللي في عندكم قاعدين انا، اي واحد من عندكم يقول لي حديث، تعرفون شنو الحديث؟ تعرفون؟ حديث النبي محمد قال الإمام علي. اي حديث؟ اكو هواية حديث النبي محمد قال بحق الإمام علي. لا هو انت، هذا وكيف انا؟ انا قلت هذول المجموعة انا هاي، انا المجموعة، تعال تعال تعرف تعال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن
هذا حسين فارس. بعد من يعرف حديث آخر؟ من يعرف واحد ثاني؟ ها؟ هاي شو فارس قال حديث؟ بعد من يعرف؟ حسين تعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ماي وعلي ماي علي ما الحق والحق ما علي. أحسن قبول الحق. أحسن بعد من يعرف زين ها شو علي شو معروف؟ تعطيني هدية إذا أقول إذا أقول علي تعطيني هدية؟ مو هدية. أنت تعطيها إلا زين هسه تعال تعرف؟ تعرف؟ من يعرف بعد حديث؟ منو؟ منو بعد يعرف حديث؟ محمد من يعرف بعد حديث؟ تعرف محمد؟ من يعرف بعد حديث؟ زين سؤال آخر مو حديث تعرف؟ تعرف؟ المدينة أنت المدينة وعليم بابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. زين هسه الإمام علي إمام طبعا هو أول الأئمة 12 إمام علي. زين أخو من ولد اثنين أئمة هيلهم بتسلسل من يعرفهم أنتم من عندكم؟ ها التسلسل من يعرفهم؟ تعال تعال من الله تعال من الله دوم تعال الحسن والحسين. أحسنت الحسن والحسين. صلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. مفرج تغري كأم جوهر مفرج تغري كأم جوهر ورحيق إضابك أم سكر قد قال للتغري كسامعه إنا أعطيناك الكوثر والخال بخدك أم مسك نقطت به الورد الأحمر أم ذاك الخال بذاك الخد تديت الند على مجمر عجبا من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر يا من تد لي يفرته في صبح محياه الأزهر وأجن به بالليل إذا يخشى والصبح إذا أسفر ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر يا العشاق يا العشاق لمفتون بهوى رشاء أحوى أخور آمنت آمنت هوى بنبوئته وبعينيه سحر يؤثر من طول من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استشر. صلى على محمد وعلى محمد.
أما الآن أما داعي الدكتور مصطفى ديواني فليتفضل مشكورا ومسبوقا والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعلمكم صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كل عام وأنتم بخير. شنو تشعر هذه الميكروفون؟ كل عام وانتم بخير على الله وإياكم بحال أحسن من هذا الحال للإنسانية الجمعاء وبالخصوص المسلمين في العراق والبحرين وجميع المظلومين إن شاء الله. إن شاء الله نجتمع حرم ما معي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنست نفسي من الكعبة كشف الستر عن الحق المبين وتجلى وجه رب العالمين وبدا مصباح مشكات اليقين وبدت مشرقة شمس الهدى. هل درت أم العلماء وضعت أم درت فدي الهدى ما سيد فاق علا كل
الزهراء أن يكون لولي البيت حقا ولدا إن يكن اجعل لله البنون وتعالى الله عما يصفون فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ودا وبعد المصطفى خير الورى من درى مصطفى خير الورى من ذر العاش إلى تحت الثرى قد كست علياء أبو أم القرى غرة تحمي حماها أبدا سيد حازت به الفضل مضار بفخار فسما كل البشر وجهه في فلك العليا قمار وجهه في فلك العليا قمر فبه لا بالنجوم يهتدي هو بدر هو بدر هو بدر هو نور هو بدر أيها المرجى القاه في الممات كل موت فيه ضياق الحياة النفس قصيدة منسوبة للإمام علي عليه السلام النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السعادة فيها ترك ما فيها لا غير المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودرنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسرطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ تكن مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. المرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل سادسها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. والناس تعلم إني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها. وأعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أرهان أنهارها لبن محض ومن عسل يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها برقعة في ظلام الليل يحييها. صلى على محمد وآل محمد. أما الآن فنترككم مع مسك الختام لمسرحية من وحي المناسبة من إخراج جعفر أبو جعفر الربيعي محمد رجب الربيعي ومن تمثيل علي الحافظ حسن الحافظ محمد الحافظ وآلاء الربيعي وسارة جد ومحمد كاظم الربيعي. صلوا على محمد وآل محمد. وقبل البعثة النبوية كانت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سيدة من الهاشميات العراقيات، وهي أول هاشمية تزوجها هاشمي. احتضنت الرسول صلى الله عليه وآله برفق ومودة وشملته بما تشمل الأم أحب أولادها إليها، وأسلمت عن إيمان صادق وظلت متمسكة بإيمانها. وكانت فاطمة بنت أسد تطوف مع زوجها أبا طالب حول البيت العتيق فجاءها المقال. والآن أيها الحفظ الكريم نترككم مع هذا المقطع المسرحي بعنوان تسبيح في محراب الكعبة. Thank you.
إلى فاطمة. وبك يا قرة عيني. إني متعبة يا أبا طالب. اجلسي اجلسي يا فاطمة. جزاك الله خيرا يا أبا طالب. أظن أن هذه هي علامات الولادة يا فاطمة. نعم إنها علامات الولادة. ادعي من الله أن يوفقك في هذا الأمر. بكل كتاب أنزلته، وأني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وأنه بنى بيتك العتيق، فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه، وبهذا الولد الذي في بطني الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه، وأنا مؤمنة موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك، ألا ما يسرت علي ولادته. أنا هنا. أين كنت؟ انظر انظر يا أبا سيد، انظر إلى هذه الإمرأة، كيف حصل هذا؟ كيف دخلت في هذا البيت؟ يا سبحان الله، جدار الكعبة ينشق ثم يلتحم. أين هي الإمرأة؟ أين ذهبت؟ لا أعرف، لنحاول الدخول من خلال الباب. ما بك أيها الرجل؟ من أنت؟ أم عمارة؟ يا أم عمارة، إنها زوجتي يا أم عمارة. زوجتك؟ ما بها؟ إنها متعبة جدا. متعبة جدا؟ وأين هي الآن؟ لقد تركتها هنا، إنها في شدة المخاض. لكني لم أراها. فاطمة، أين ذهبت يا قرة عيني؟ فاطمة، أين ذهبت؟ من؟ أبا طالب؟ ماذا تقول؟ زوجتي، لقد تركتها هنا لكنها اختفت. نعم يا أبا طالب، أظن أني عرفت أين زوجتك فاطمة. حقا؟ أين هي؟ أخبرني. إنها معجزة بحق برب هذا البيت. معجزة؟ ما الذي حصل؟ أين هي زوجتي؟ لقد دخلت من خلال الجدار. من خلال هذا الجدار؟ لكن كيف؟ أنا رأيتها بأمة عيني، بأم عيني. لقد انشق الجدار ثم دخلت داخل الكعبة ثم التحم. إنها معجزة يا أبا طالب. لنحاول أن نفتح الباب وندخل. شكرا شكرا لك يا رب، لقد استجبت لدعائها. فخرجت فاطمة بنت أسد في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين عليه السلام. الله صل على محمد وآل محمد. هيا هيا يا أم عمارة، اذهبي إلى محمد واخبريه أن لدينا مولودا جديدا. إن شاء الله يا أبا طالب. بوركتي يا كعبة، فيك علي وليدا، زادك الله
رفعة وشرفا ومزيدا. أنت العلي الذي فوق العلا رفع في بطن مكة وسط البيت إذ وضع. سمتك أمك بنت الليث حيدرة. نعم نعم معجزة الإمام علي عليه السلام، لو حاولوا إخفاءها فلن يستطيعوا، فمعجزته أكبر منهم. فسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم بعثت حيا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الختام نشكر الحاج محمد رجب الربيعي أبو جعفر على هذه المسرحية المعبرة، ونشكركم لحضوركم حفلنا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم الآن مدعوين إلى حفل العشاء. فحفل العشاء مو مشكلة، صلى على محمد وآل محمد.